طبعا يا اخوان بلاغ عن خليه نحل جوا غرفه نوم. مظبوط يا رب. هسه بدنا نطلع نشوف اول شيء وين هي. اذا بتغلبنا بنرجع لها، اذا ما بتغلبنا هالكيت بنخلص عليها ونضل مروحين. طبعا بلش فصل الصيف وقبل نص ساعه بنت صغيره عمرها من الخليل حكى ابوها معي قرصتها 44 صار عندها حب وتحسس وصار كل لي اخذها وما اخذهاش. قلت له يا اخي خذها احتياط. فصار يقول لي طب بنفع بعد صلاه التراويح؟ قلت له لا بنفعش خذها على السريع. البنت يعني عادي ربنا بيغفر له. وقت بدك اياهم؟ اعطيت انا طلعت شوي. وهال النحل. هاي هان. يا حبيبي هذا طزيز. مليان. شفت على النحل؟ الصوت من ورا الكونديشن. احنا باي طابق؟ رابع. طابق رابع طبعا. بدك افتح البلكونه تشوفه بالشكل؟ اه افتح. وانا بفتحها عشان في حمام يا ناي. حمام في اثنين جوز. طيب بدي اشوف انا هذا بجيبكم فاتوا فستقوا بهذا من البربيش فيش غيره. ايوه طب اسمع اعطيني في كرسي قلبه. ولا بدي اروح على الجنب انا اشوف جوا اشوف اذا في خليه يعني. يعني هذا من وين بيبقى اجا؟ تعرف انه هذا نحل مش هذا نحل عسل. نحل عسل يا اخي هذا. هذا نحل عسل. هذا مش نحل طزيز. نحل عسل؟ نحل عسل هذا. اشوف. هذا نحل عسل. غريبة شو جابوا هان؟ كمية كبيرة طلع نحل عسل من هان؟ اسم غريب. على الأغلب من هان. مع كل جاي يشرب عشان ارتفعت الحرارة اليوم. لا اليوم بين معي. نحل عسل. سمعت صوت أول شيء من هان، بعدين الصوت هو ما بيكونش. أنا شايف. هان؟ سمعت صوت من هان، ما فتحتش. سمعت صوت من فوق. هاي وينها؟ شايف؟ عايشة ولا ميتة هاي؟ ميتة يعني معقول جاي ماشي في برابيش الكهرباء؟ مش عارف. بدك تفتح الفلتر تشوف؟ بفتح؟ هاي من فوق من هاي ايوه. انت متأكد انه من هان؟ مش شايف ولا اثار نحل يعني. الصوت بكى من هان ولا اثار نحل شايف ومن هان. مش انا نحل هاي البتاتا. استنى شو من الحمام؟ لا الحمام بتخلش يعني. هذا سلك من الكونديشن. هاي نحل هاي واحدة عايشة. امسك اطلع امسك معي اطلع. خليك ماسك. فيش اشوف. شايف هذا الثقب؟ ايوه. شايف هي نحل. ايوه وين ملين. اعطيني الفلت. بسرعه. اللي يجي علينا. هات جاهزه؟
لا بعرف حات طبقه اكسرها اكسرها اكسر اي نزل بسرعة بسرعة ساكت انا ساكت أوكي شايف عندك جبت فوم هات الفوم دخل راسك ألغي لك المشكلة كلها طبعا النحل هذا نحل عسل مش نحل تزيز لا فشكله بيجي هان على البراد على الكونديشن أعطيني الفوم خليك ساكت حط حط خليك شوي تمسك منيح فليت امسك فلي داخل بدخل من هان لكن هو مش عامل خلية مش عامل خلية بس بدخل ببرد ملان هوا وين مات هذا هيك لك حكيتنا نسكر له من وين بدخل ال بالفوم ضرب صغيرة جوا بسكر كل الحيط تقدرش فكل واحد عنده كونديشن لازم ايش يسكر بفوم تقدرش تكيم عشان الحشرات جمال جمال هيك بدك ترش طلع هذا البنزين كله في بيت لا من المي طلع لي برشش هذا الفوم هيك بدك تقلبه هيك بتعرف انت وين الفتحه تعال محل اقلب اقلب ليش متفك كله المسقام بنفكش في برابيش لو بنفك طلعته هيك قصدك صح خليك ايوه ايوه خلي بدي اضخ جوا كميه يلا تمام خلص طلع برضه خليك هيك بس امسك ترفع عنده الكونديشن ترفع لا ما هيك فلت شوف مش قاعد خلص لا كاع كاع هو بقى كمان عندي طلعت مش شوي بالقطة مش كتير لا لا ما تعرف هاي هشام هاي وين كانت خلاص هي كانت الحركوش حركوش لا رد فلت في إله قاعدة من ورا مش شفت شفت هي بتقعد شوي لحاله طلع ما هو لما طلعته لحاله طلع استنى شوي ايوه هي فلت 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 خلص بعد ما لما نيجي بدك ترفعه من الجهتين ترفعه مرفوع بعرف شفت الشركه تعال شوف جرب روح جرب هات ليش؟ اترك واحد جرب انا روح على موقع الجرب اعطيه اطلع اطلع انخلقت انا من الريحه شفت كيف جاي؟ ارفع ارفع انت من عندك برضه انت بدك ترفع من عندك ارفع ايوه وادفع لفوق اكبس اكبس بيجي كبس لا انت رفعت عنها هو في فوق برضه كمان واحدة زيها بدك ترفع انت ارفع 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 ايوه هاي اللي خلص خليه خلص خليه خليه تحركوش تحركوش حطه في الكهرباء خلص
هو دير بالك بقى، انا بس حركت تحرك نزل. ما اذا بده شغل هيك هذا بصير يطلع فليت. لا لا مش هيك، بشغله وبطلع من الدور. يلا جاهز هيك. طب هاي بلين. لا عرفت لنا. هيك مش هيك. انا بطلع. تعرف ايش كيف بدك تحط؟ حط اسمع، حط البربيشات والكرسيات. امسك. بدك كرسي. امسك. اطلع. ايوه. حطه جوا وضخ. شايف؟ ضخ الفوم. يلا. هاي انا ماسكك يلا. ضخ ضخ ضخ، ممتاز ممتاز. ضخ. ايه بضخ. كمان. خلص. هسه هذا بنفش. جاهز. امسك. هذا الفوم بصير ينفش ويضغط 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 ويكبر يخمل وبسكر كل الثقب. جاهز. هلا اول شيء في الضوء. شو؟ الضوء. مالو؟ في اقوى منه هيك؟ في في. لا هو نفسه. في ملعسف. يلا بعوضك الله. امسك يا هاي. لا شو سكر اظني خلص. قلت هذا البريز انا خلقته خلق هيك البريز. هان؟ هذا معناته شكله بيمشي بالبلد داخل وماشي، بس هسه بطل يدخل شيء. خلص جاهز موضوعك جاهز. هاي اللي شايفين هذا نحل العسل، والغريب انه هذا نحل عسل مش نحل طزيز. هذول العودان شو دخلهم جوا؟ هذول بجوز من عشرة. يا زلمه صغير، مستحيل حمامه ولا عصفور بفوت جوا. لا ما هم بحطوه بالفتحه. شكله مدخلهم، شكله شيء سحبهم، مستحيل يبكى ال عنداري. خلاص المهم هلكيت اتسكر. هلكيت من هان ومن ورا. جاهز. هلكيت هذا الفوم بنفخ جوا، بضغط وهي بسكر. يلا. سلام عليكم. وعليكم السلام. في بس مجال نغسل.